في إطار محاربة عصابات الأحياء والحفاظ على الأمن والسكينة العمومية، تمكنت أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبوليدة مدعمين بأفراد المفرزة الخاصة للدرك الوطني بوضع حد لنشاط عصابة كانت تقوم بالاعتداء على الأشخاص والممتلكات وتزرع الرعب وسط سكان الحي، بالإضافة إلى ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وكذا المشروبات الكحولية. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم وضع خطة أمنية للتدخل، حيث تم مداهمة حوش لاكاف ببلدية موزايا. أسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم من ذوي السوابق العدلية بجنحة الانخراط في عصابات الأحياء، حيازة مؤثرات عقلية، جنحة حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس، بيع مشروبات كحولية مع حجز 6 أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، سيوف وخناجر، كمية من الكيف المعالج 287 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميليغرام، بندقية صيد غوصي، 24 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام والأنواع، قارورة رذاذ مسيلة للدموع، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 76 مليون سنتيم من عائدات الترويج. سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون.